السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كورة سبورت. معاكم محمد زيدان، فيديو جديد وأخبار جديدة. ولكن في البداية زي ما احنا متعودين، ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأيضا شعب الأهلي. ما ننساش ندعم الفيديو باللايك عشان نقدر نوصل لأكتر عدد من المشتركين، وأيضا اللي مش مشترك في القناة يتفضل يشترك في القناة. النهاردة بحمد الله كده وصل الجنوب افريقي مدرب النادي الاهلي الجديد موسيماني، وصل للقاهرة الحمد لله يعني. والراجل اول حاجة كده عملها راح اطمن على ملعب التتشي، ونزل كده كان في اجتماع بينه وبين كابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا اعضاء مجلس الادارة. كان اول حاجة كده الراجل يعني عمل اجتماع كده معاهم، واجتمع مع بعض كابتن خطيب معاه، كان بيدرس استراتيجية النادي ان شاء الله في المرحلة القادمة. وايضا الراجل اول صورة خدها الجاحد كده اللي هيفرسهم كلهم، اول صورة خدها مع درع نادي القرن اللي هو احنا نادي الاهلي نادي القرن. الراجل اول صورة خدها مع جايزة نادي القرن. ايضا الاهلي النهاردة كرم ديفيد سيزا المدرب العام وبنكيل مخطط الاحمال بعد نهايه مهمتهما مع النادي الاهلي. الناس اشتغلت مع النادي الاهلي، وايضا يعني النادي الاهلي كرمهم النهارده وخرجوا بصوره لائقه جدا يعني. في اخبار برضو بعض الصحف كده اتكلمت عن رحيل حسين الشحات. طبعا اللاعب يعني مش هنتكلم كتير في موضوع حسين الشحات، حسين الشحات جاي النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي. مش هزايد بقى ولا اتكلم وحسين وبتاع، كلنا عارفين ان الراجل عاشق ويعني وبيحب النادي الاهلي. فبعض الصفحات كده وبعض المواقع هدفها ان هي تهد النادي الاهلي، بس ما لهمش هدف غير كده. عشان ما اطولش مع حضراتكم واقول لحضراتكم اخبار اكتر، فما اقدرش ان انا مش هنتكلم في موضوع حسين اكتر من كده. كلنا عارفين الراجل ساب ملايين الدولارات في الامارات عشان خاطر النادي الاهلي. طبعا مشكلة كرياتين امبارح يعني، واللي حصل مع التحكيم يعني، اقول لكم كده بس الاول. يعني رئيس النادي الابيض طلع قال ايه؟ قال لك انا برفض اللي عمله اللاعب وبغرمه 500,000 جنيه بعد ما خرج عن النص. وقال لك الراجل خرج عن النص. ولكن لو نرجع كده مع حضراتكم بالذاكره يعني من اسبوع مثلا ولا حاجه، لما الحكم محمد معروف يعني بحسن نيه كده حط ايده على اللاعب مصطفى محمد بحسن نيه، طلع قال لك محدش يحط ايده على اللعيبه بتاعتي، وبقول للعيبه الحكم اللي بديله 200 جنيه ده لو لمسكم اضربه على وشه، انت بتاخد ملايين وهو بياخد 200 جنيه. طبعا دي كانت بداية الشرارة مع التحكيم. طيب فرجاني بقى كرياتين ده هتكلم عليه شوية كده. اللي حصل امبارح الحكام اتمرمطت، واتحاد الكورة اتمرمط واتهزق من كرياتين ولاعيبة نادي الزمالك. يعني حاجة بصراحة غصب عنهم لازم يحاسبوا نادي الزمالك، ويحاسبوا إيمان عاشور، ويحاسبوا أيضا فرجاني كرياتين. طيب امبارح المصري اتعرض لظلم رهيب بصراحة، ركلتين جزاء يعني ركلتين جزاء. الكرة جت في إيد الراجل وإيده لمسة جسمه زي ما كلنا عارفين، هيعمل إيه الراجل؟ الحكم جاملهم وحسب لهم ضربة جزاء، أيضا حسب ضربة جزاء تانية وتغاضى عن احتساب ركلتين جزاء للنادي المصري. طبعا يستاهل الحكم اللي حصل فيه من فرجاني كرياتين. طيب اللاعب إيمان عاشور هو كده بصراحة ما ينفعش يتقال عليه غير زي ما بقول لحضراتكم كده، سبب شرارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر. أيضا امبارح سبب شرارة برضه فتنة لعيبة المصري مع لعيبة الزمالك. أنت مالك دلوقتي لعيبة الزمالك لعيبة المصري موقفها إيه في الدوري؟ تروح تقول له أنت تروح تقول لهم هل هنستناكم درجة تانية أو عايزين نشوفكم درجة تانية؟ غصب عن لازم لعيبة المصري ترد عليه. ايضا جمهور الزمالك يشتم لعيبه المصري ويا بتوع درجه تانية وهتهبطوا وبتاع، طب انت مالك؟ المهم سبب الفتنه والشرارة زي ما قلت لحضراتكم هو اللاعب ايمان عاشور. طيب ايمان عاشور ده حد هيحاسبها؟ حد هيتكلم معاه؟ اقسم بالله انا لو في الملعب وايمان عاشور ده بيقول لي حاجه زي كده، لا مش عارف هعمل فيه ايه. كلكم حضراتكم لو في نفس الموقف اكيد هتعملوا فيه ايه، هو ايمان عاشور لوحده. يعني كلكم حضراتكم ما حدش يستحمل لاعب يقول له حاجه زي كده. طيب اللائحة بتقول إن أي لاعب يتعمد الضرب أو يضرب حكم أو أي حد من منظمي المباراة يحصل له إيه بقى؟ يتوقف 8 شهور وغرامة 100,000 جنيه. طيب السؤال لحضراتكم واكتبوا لي الرد في التعليقات،
هل اتحاد الكرة ولجنة الحكام هتطلع قرار يليق بالكرة المصرية ويليق بدولة زي جمهورية مصر العربية؟ الكلام ده لو في أي مكان تاني زي السعودية، ده ميدو مشي من السعودية بسبب رد كده في تعليق في كومنتات مع حد على الفيس من الجمهور، مش بسبب كده. طيب حضراتكم شايفين ان احنا نقدر نحاسب الراجل ده؟ احنا كدولة بقى، كمنظومة، منظومة اتحاد الكورة، نقدر؟ لا. طيب حضراتكم بقى، المفروض ان تقرير المباراة يتكتب اللي احنا شفناه كلنا بعينينا، ان الراجل ضرب الحكم على وشه ونتش السماعة ورماها في الارض، كلنا شايفينه. طيب يكتب امين عمر في التقرير؟ لا. الحق يا جنايني، الحق يا زنات انت والعطار، كلموا الراجل بسرعة والتقرير يتكتب فيه ان اللاعب اعترض عليا بطريقة غير لائقة. فرق كبير جدا بين الاعتراض بطريقة غير لائقة وفرق كبير جدا بين الضرب. ديت ماتشين مثلا او ثلاثة، وكده كده اللاعب هينضم للمنتخب التونسي، فديت يعتبر اجازة كده، مش يعني مش عقاب. طيب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، رئيس الزمالك قال لك انا خصمت من اللاعب 500,000 جنيه، تمام، واللاعب قال لك ان ده غصب عني ومقصودش التعدي على الحكم، ولكن اتعرضت لاستفزاز كتير من لعيبه المصري، وايضا اتعرضت من استفزاز من الحكم. انا مش عارف بصراحه الحكم هيستفزك في ايه. المهم نخلص كده من كرياتين عشان نقدر نكمل اخبار معاك. مؤمن زكريا يطير الى المغرب. طبعا عايزين نعرف سر سفر مؤمن زكريا للمغرب. مؤمن زكريا الراجل ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، من محبين وعاشقين النادي الاهلي. الراجل قال لك كده هسافر مع بعثة النادي الاهلي، خاصة وان البعثة هتسافر ان شاء الله بطائرة خاصة، فقال لك انا هسافر ان شاء الله وهحضر معاهم الماتش، ماتش النادي الاهلي يوم 17 اكتوبر، وماتش الاياب ان شاء الله في القاهرة يوم 23 اكتوبر. تمرد نجم الزمالك على الفريق وعلى رئيس النادي مصطفى محمد، طبعا بيعيش حالة كده من الغضب بسبب العرض الكبير اللي جاي له من احدى الاندية في الدوري التركي. طبعا بيحاولوا كده يقنعوه بالبقاء، اللي هو كمل معانا بطولة افريقيا وهمشيه. طيب الراجل لو كمل بطولة افريقيا اللي بتقنعوه بحاجة انتم مش عارفينها اصلا، نهاية فترة القيد هتخلص في الايام القادمة، ايام القليلة جدا القادمة. فاللاعب خايف ان حضرتك توعده ان هو هيمشي بعد بطولة افريقيا، وممكن والاكيد جدا اصلا ان هو مش هيمشي، فده اللي اللاعب يعني مستاء جدا. وبسببه، السبب الحقيقي وراء ان مصطفى محمد ما لعبش اللقاء المصري، ان اللاعب مش عايز يلعب بسبب رفض العرض. طيب هم قالوا ايه بقى امبارح؟ قال لك اللاعب ما لعبش بسبب الاجهاد، وان هو تعبان من كتر زحمة المباريات. طيب ده اللي سأل عليه بقى كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر. الراجل امبارح راح يشوف الفرود اللي عندهم، اللي بيقول لك فرود مصر القادم وبتاع والكلام ده، راح ما لقاش الراجل. طب الراجل فين يا جماعه؟ قال لك الراجل بيعاني من الاجهاد. اجهاد ازاي؟ المهم عشان ما اطولش على حضراتكم في موضوع مصطفى، ان اللاعب دلوقتي متمرد ومش عايز يلعب بسبب ان هو عايز يحترف. التعاون السعودي بيخطط لضرب الزمالك مره اخرى. نادي التعاون السعودي عايز فرجاني كرياتين، وده اللي اللاعب كده ما عادش في المستوى بتاعه في نادي الزمالك، ويعني بيفتعل الازمات ويفتعل المشاكل مع الحكام، مشاكل مع الاداره، مشاكل مع اللعيبه، كلنا بنشوفه لما المدير الفني يغيره بيعمل مشاكل ومش عايز يطلع. الراجل عايز يطلع كده، اللي التعاون السعودي عايزه زي ما خد كارتيرون وعلم عليهم، فعايز ياخد منهم ايضا فرجاني. اخر خبر بقى النهارده، مرتضى رئيس النادي الابيض بيقول لشوبير، يعني مستاء جدا وزعلان ان شوبير عايز يجيب حق النادي، يعني مش هقول لك النادي الاهلي، لا، الراجل بيقول كلمه حق في المنصه الاعلاميه، وبيطلع يقول ان ما ينفعش اللي حصل من فرجاني دوت، والراجل بيدافع عن الحكام. طلع قال له انت خرم وروح شوف ابنك الخرم، هو كمان اللي النادي الاهلي محافظ على شباكه، وابنك اول ماتش يلعب بسببك دخل فيه جون. حضرتك معرض خالص ان اللاعب مصطفى يجي فيه جون، ويجي فيه اتنين، ويجي فيه 10 و100. راجل بحارس مرمى يعني، وهيبقى ان شاء الله حارس مرمى الاهلي في المستقبل، فدي مش قصتك انت خالص. حضرتك روح شوف ابنك انت، اللي لا يفقه شيء عن اداره الكره، لا يفقه شيء، كل اخبارك منتشره، الراجل مش عارف يقفل عليك ولا على فريقك ولا على الكلام ده. مش هقارن مصطفى او كابتن شوبير بابن حضرتك. المهم ده اللي، وايضا برضه اتقدم كده بشكوى لاعلام المصريين
اللي الاستاذ تامر مرسي قال له احنا زهقنا من شوبير وهنقاطع قناة اون او اعلام المصريين يعني او اي حاجة تخص اعلام المصريين بسبب شوبير. طيب كلنا طبعا واقفين مع كابتن شوبير كتف في كتف باذن الله، وكابتن احمد شوبير اشرف واحسن من اي حد في المنظومة. اتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم واكون قدرت اوصل لحضراتكم اسرع الاخبار، وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، ولو في اي حاجة عند حضراتكم سيبوها لي في التعليق وهرد عليكم باذن الله. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.